خديجة أم لوجين طفلة دات 4 سنوات في دابا عندها 5 سنوات. هاد المشكل اللي وقع ليا بنتي ملي تغتصبات في الدار وعلى غفلة وأنايا ما دايرش حسابي لهاد الشيء وسيد جا غير عاوني في الرحيل وغرو الشيطان ودار هذيك العملية ديالو التجأت للقانون ودافعت على بنتي وتشد المجرم وتكلفت بيا جمعية والجمعية تخلات عليا في الظروف غامضة وما عرفتش علاش وسحبوا لي المحامي ما بقاش كيحضر معايا المحامي 3 الجلسات. طالبت بالمساعدة القضائية حاليا انا حاليا بسبب هذا المشكل ديال السيد انا تشللت وانتم جيتوا شفتوا على عينيكم والشيني فين كنسكن والطاج اللي كنسكن فيه والحاله اللي كنطلع فيها في الدروج راه ما غنكنقولش لك اوليدي كدير والحاله اللي كنهبط فيها في الدروج ما غاديش نقول لك اوليدي كدير رانا كنتمحن كنتكرفص بزاف وراني وليت كندير لي كوش وما عنديش اللي غادي يقابلني من بعد الله سبحانه وتعالى عند الاب ديالها تخلى عليها عند الاب ديالها ما عندوش ضمير ما عقلش عليها بهذا المعنى غادي نقول لك انا تشللت بالفقصه عييت من تراكموا علي كلشي تراكم لي على عييت بمعنى الكلمه عييت تكرفست صافي جهدي تقاده جهد لجهد الله خويا رجاله خدامين كيشدوا 3000 درهم في الشهر عندهم الاولاد وعندهم الديور وعياو انا ام عازبه ياك وكاريه وما خداماش وتغتصبت لي بنتي وما تنصفتش وكنتعاير وكنتسب وكنتهان وحياتي عذاب حمدتك يا ربي وشكرتك واش ما غنعيش غنعيا عييت تكرفست الله يجعل البركه الجهد لجهد الله سبحانه وتعالى كنطلب من الله ومن المحسنين تشوفوا من حالي راني مكرفصه الله يسهل عليكم راه السكنه عاليه عليا بزاف ما بقيتش قادر نهبط البارح باش يديوني الناس يديروا لي لي ريم راه تمحنوا معايا بزاف لبات لي واحد الاستاذ الله يسهل عليها فاعله جمعويه جابت لي كروسه وجابت لي عكاز كيفاش غندير نهبط بهاد الكروسه من 5 كيلومتر شوفوا في الله يرحم لكم الوالدين هذا هو النداء ديال المواطن هو انكم تكونوا في جنبه في الاوقات الصعيبه اللي كناشد فيه انا في هاد اللحظه هذا هو صحتي وقفوا معايا نوقف على رجلاتي الله يرحم لكم الوالدين شوفوا من حالي الله يجازيكم بخير شوفوا من حالي بغيت نوقف على رجلاتي راني محنوه مكرفصه شوفوا من حالي راه ما عنديش باش نشري تدو لي بران راه الناس اللي كيعاونوني الله يجازيكم بخير